السلام عليكم بنات، معكم حفيده ديريكتور اخوكوتي باوريفليل اسبانيا. اليوم البنات لقيتوني في المقر ديال اوريفليل كما كتشوفوا في الاوفيسينا، فين كاينين يعني الطاقم التقني والديريكتور خينيرالي الخيفيس. المهم البنات خدينا بزاف ديال الانفورماسيون الحمد لله، طبعا هادشي كامل باش نعاونكم نتوما تعملوا الايكيبو ديالكم وتكونوا يعني فورمابوس. اذا البنات اللي بغات تخدم على راسها وتكون حتى هي يعني ناجحه كما نجحنا حنا وبزاف ديال البنات تبارك الله ما شاء الله، تواصل مع الديريكتوره حفيظه. غنخلي رقم التليفون ديالي في مع الفيديو، يعني نعطيك كاع الانفورماسيون، طبعا غنعطيهم لك غراتيس تتوقفي على رجليك. اذا البنات خاصني بنات اسبانيا فقط هما اللي غادي يقدروا يخدموا في هذا النيغوسيو هذا، عندهم اوراق ولا ما عندهمش، عندهم لغه ولا ما عندهمش، ماشي مشكل، خطوه بخطوه ان شاء الله وتوصلي حتى انتينا فيما بغيتي. اذا البنات اللي بغات ومهتمه تواصل معايا. مع السلامه. الغزالات ديالي اللي دائما كتطلبوني جميع متتبعي عالم ام ياسين كلكم سمعوني مزيان، راني جبت لكم واحد الوصفه خطيره 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 بزاف، واعره لابطال السحر المتجدد الماكول والمشروب، يعني اللي كيتجدد ليه السحر واخا كيحيدو واخا كيرقي كيرجع ليه. غادي نوريكم واحد الوصفه سهله ماهله كيفاش غادي تصاوبوها في البيت بوحدكم وغادي تحيد لكم ان شاء الله السحر وغادي تيسر لك الامور. الناس اللي عندها مشاكل زوجيه، اللي ما عندهاش الوليدات، اللي عندها صداع في الدار، اللي بغات تزوج، اللي بغات يعني عندها مشاكل، غادي نعطيكم هذه الوصفه رائعه بزاف 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 بزاف. خليكم معايا، بسم الله نبداو على بركه الله. السلام عليكم الحبابات ديالي، الغزالات ديالي، توحشتكم بزاف 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 وكنبغيكم اكثر من القياس، اكثر من اللي كتبغوني حتى نتوما. شكرا لكم على التعاليق ديالكم، شكرا على اللقب اللي عطيتوه لي، راني زعما فرحانه به بزاف بزاف بزاف. شكرا لكم على كل اي واحد كيشكرني كيبغيني يعني كيصيفط لي دي ميساج ديال التشجيع وديال كذا، واللايكات ديالكم راني كنحماق عليكم، شكرا بزاف والله الا نتوما احسن عائله واحسن خواتات في الدنيا. المهم كما كتشوفوا من العنوان ومن الصوره ديال لا فيديو، غادي نهضر لكم اليوم على واحد الوصفه اللي طلبتوها مني بشده وبكثره، واحد الكم هائل ديال الطلبات، لعندك شي وصفه لابطال السحر المتجدد. المشكله هو ان الواحد كيحيدو يعني كيرقي او لا كيدير شي حاجه وفي نفس الوقت كيلقى راسو راه تجدد راه تعاود ليه وراه كيحلم راسو كياكل. وسيرتو انني عطيتكم وصفه ديال الاستفراغ، وصفتين، واحده براس المعزي او ثلاثه، عطيتكم كيفاش تستفرغوا. كاينين الناس اللي ما كتجيهمش الرده اعزكم الله، ما كيقدروش يرجعوا. غادي نوريكم اليوم مكونات ساهلين بساطين، نوضي حيدي العجز وديريها ليك ولوليداتك والزوج ديالك، ورقي راسك ورقي وليداتك. الطريقه راه هي سهله بسيطه بزاف وديال جدودنا ولاول مره، ركزوا معايا مزيان، تتعرض على اليوتيوب، ماشي غير اليوتيوب، جميع المواقع، يعني لا تيك توك ولا الانستغرام ولا فيسبوك ولا حتى شي بلاصه اخرى ما غاديش تلقاو هذه الوصفه، غير سمعوا مزيان تبعوا معايا لا فيديو اللي زربانه الله يهنيها. قبل لا نبدا معكم الوصفه ديال اليوم ونعطيكم المكونات ونعطيكم الطريقه، غادي نبغي نقول لكم واحد الخبر زوينه بالنسبه للجاليه المغربيه المقيمه في اسبانيا. الحبابات ديالي اللي كيتابعوني من الديار الاسبانيه، سواء كانوا كيعرفوا اللغه او ما كيعرفوش، عندهم الوراق او ما عندهمش، وبغيتي تخدمي على راسك وبغيتي تدخلي واحد الصالير محترم وتدخلي فليسات وراه غادي توصلي لشي مراتب زوينه 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 بزاف، واحد الصالير زوين بزاف، سفريات، طوموبيل، شي حاجه اللي هي مزيانه، تواصلي مع الاخت حفيظه، راها ديريكتوره يعني مديره في اوريفلام، حاولي تواصلي معاها. انا نخلي لكم الرقم ديال الهاتف ديالها هنا في الشاشه، نخلي لكم الطرق ديال التواصل معها في الانستغرام والهاتف ديالها عاوتاني في صندوق الوصف. كنتمنى انكم تواصلوا معها لانها انسانه رائعه بزاف 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 ومحترمه جدا. راه هي اللي شفتوا لا فيديو ديالها دابا في البدايه، حطيتها لكم في البدايه، انسانه مزيانه وكتستحق كتستحق النجاح، وفرحت ليها لهذاك النجاح ديالها. كنتمنى انتم ديروا بحالها وتواصلوا معاها، راه ما غادي تخسروا حتى شي حاجه. وحتى بالنسبه للبنات اللي ما بغاوش يخدموا، بغاو يشريو فقط دي برودوي، روايح، دي ماسك، فوندوتا، دي بوماد، كدا سبايغ اللي كاينين في اوريفلام، يتواصلوا مع الاخت حفيظه. كان هنا الخطاب موجه او الرساله موجهه للجاليه المغربيه المقيمه في اسبانيا، لان الاخت حفيظه اللي كنوجه لها تحيه كبيره كبيره، تحيه حب واحترام وتقدير، لانها انسانه
قبل نقولوا ديريكتوره او نقولوا هذا المنصب ديالها، هي انسانه مزيانه ومحترمه وكتبغي الخير للعرب كاملين. اي وحده كانت كتكون في اسبانيا تواصل معها. هذا الشيء هو اللي كاين بالنسبه لليوم. غادي نهضروا على الوصفه ديالنا وغادي نرجعوا للموضوع ديالنا. المشكل ديال السحر المتجدد كيعاني منه كل شيء. انا كنقولها لكم كنعاودها لكم، كيعاني منه كل شيء، والحل ديالو راه هو زوين وبسيط. يعني ما غاديش تحتاجوا شي حاجه غاليه، شي حاجه كبيره، الناس ينصبوا عليكم يديو لكم فلوسكم وكذا وكذا وكذا. لا صافي، هنا غادي نوريكم الحل. غادي ننزل الكاميرا باش تشوفوا. غادي نحتاجوا هنايا سانوج، ها هو السانوج البنات، ها هو كيكون رقيق بحال هكا. غادي تحتاجوا السانوج، غادي تحتاجوا التمر. شتوه التمر اي نوع؟ انا وريتكم هنا نوعان، جوج ديال الانواع، كاين هذا وكاين هذا، ولكن هذا راه ساهل. اي نوع لقيتوه ما تمرضوش راسكم بالنوعيه ديال التمر. التمر الا كان رطب غادي يجيكم زوين في الوصفه، يعني خذوا غداك الرخيص، ما تاخذوش شي نوعيه ممتازه، لان انا نقول لكم علاش. وغادي نحتاجوا الزعفران الحر فقط بثلاث مكونات، غادي تقدري تحيدي السحر المتجدد او تبطلي السحر المتجدد، وغادي ترتاحي في صحتك، وغادي ترحميني عليها، وغادي ترجعي عندي لهنا للتعاليق ديال الفيديو هذا او الاخرين، وغادي تخلي لي الله يرحم لك الوالدين. انا كنطلبكم دعوا معايا بالرحمه ديال الوالدين وبشي حجه، انا دائما كنطلبها لكم سواء في اللايفات سواء في الفيديوهات، دائما دعوا معايا، يعني الدعوات ديالكم راها يعني كتزيدني بزاف. بالنسبه للسانوج غادي نحتاجوا منه واحد الكميه ديال 3 المعالق حتى 4 كبار. غادي نشدوهم غادي نديرهم في الميكسور. انا بغيت نختصر لان كتقولوا الفيديو طويل، الفيديو فيه افاده ما فيش بلا بلا، غير سمعوني. السانوج غادي نشدوه غادي نطحنوه بحال هذا الشكل، غادي نديرو غادي يرجع بودر. غادي ناخذوا التمر، غادي ناخذوا التمر غادي نحيدوا له النواه او العظم. انا كنقول النواه على حساب البنات اللي في العراق واللي في فلسطين واللي في مصر ما كيفهموش اللهجه المغربيه شويه مزيان، ولكن غادي تبداو تعلموا شويه بشويه. ها نتوما تاخذوا التمر بحال هكا اخواتاتي، وغادي تبداو كتعمروه بالسانوج هاكا. تعمريه بالسانوج وتعمريه، سمحوا لي، وغادي تعمريه بالزعفران الحر. بالنسبه للزعفران الحر هو فين كاين الاشكال؟ الزعفران الحر ما غاديش تلقاو الاصلي، انا نقول لكم فين غادي تلقاوه. بالنسبه للعشاب ما غاديش يعطيك الزعفران الحر، باش نكونوا فاهمين، ما غاديش يعطيك الزعفران الحر لان قليل اللي كتلقيه عنده، كيعطيوك غير هذاك ديال الساشيه، هذاك راه غير داك الشعر ديال الكبال او لا الشعر ديال الدره هو اللي كيديروه تما، كيلونوه وكيديروه تما في الخنيشات، هذاك راه ماشي زعفران حر. راه غادي تمشي عند الذهبي هو اللي غادي يعطيك الزعفران الحر الاصلي. صافي، يعني انا وريتكم دابا، لان الذهبي كيكون عنده الزعفران الحر حقيقي، واخا هاد الشويه مثلا، هاد الشويه هذا راه 20 درهم، غير هاد الشويه راه غتاخذيه ب 20 درهم، ولكن راه فيه الدواء. بالنسبه حتى للعيالات اللي ما كيولدوش والنساء والرجال اللي عندهم الحيوانات المنويه ضعيفه وكذا، وكيبغيو يشريو الزعفران الحر، ما يشريوش من عند العشاب لان راه ما فيه حتى شي افاده، يعني ممكن امممش ولكن اغلبيه. صافي، غادي تاخذوا عاوتاني واحد جوج شعيرات بحال هكا، جوج شعرات ديال الزعفران الحر، غادي تخشيهم هنا، ضيفيهم لهاد السانوج اللي عمرناه والتمر، وغادي تسديها، غادي تسديها. اللعبه فين كاينه؟ انا نقول لكم فين كاين، سمحوا لي نوقف. غادي تجيبوا هادي، هاد الكسكاس اللي كنديروا فيه السفه اولا الكسكسو، وغادي تحليه. ها هو انا يعني غليت الماء من قبل، وغادي تبداي كتعمري داك التمر اللي عمرناه بالسانوج. هذا راه عمرته انا ديجا، ها نتوما شوفوا التمر عمرناه هنايا بالسانوج وبالزعفران الحر. غادي ديروا هنايا باش قلت لكم اي نوعيه، لانه تابعوا يتفور، دونك ما تمشيش تشري شي تمر غالي، تمحني راسك. اي تمر راه دابا راه موجود، سيروا عند دوك اللي كيديروه في الكرارس، اختاروا من عندهم شي نوع وديروه، يعني بلا ما تبقاو تغليو على روسكم. بحال هكا التمره كيما تحيدي ليها العظم، عمريها بالسانوج مطحون ضروري، ماشي هكا حبوب، لا. الا ما عندكش الميكسور، ما عندكش الطحانه، واخا تدقيه وتغربليه، المهم انه يكون بودر بحال هذا الشكل كما كتشوفوا دابا. من بعد غادي تحيدي العظم، وغادي تهزي غير جوج شعيرات
من هاد الزعفران وغادي تعمري بهم التمره. من بعد شحال غادي تحتاجوا ديال التمر؟ الا كنتو لا فامي كامله غادي ديروا كيلو كيلو ديال التمر ياك، وغادي تجيبوا من هاد السانوج غادي تجيبوا كاس ديال السانوج وغادي تبداو تعمروا. غادي يبان لك الكميه، انت غادي تهزي جهد نصف ملعقه صغيره غادي تعمري بها هذيك التمره. غادي تزيدي عليها اختي الزعفران الحر وغادي تحطي الكل يفور هنايا واحد المده ديال 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه وهو كيتبخر. انا غادي نرجع معكم دابا نجلس باش تشوفوني وتسمعوني. وريت لكم الطريقه، دابا غادي نوري لكم كيفاش تستعملوه واشنو غادي ديروا. بعد ما يكمل الفار ديالو غادي تشدوه غادي تقراو عليه المؤوذتين وغادي تقراو عليه سوره البقره. ضروري انها تقرا عليه سوره البقره كامله صافي واواخر سوره الحشر. على هاد الوصفه ديال التمر علاش كنهضر لكم؟ تكوني على وضوء وشدي هاد الكسكاس هذا هكا ملي يفور ويكمل وتقراي عليه هذاك الشيء اللي عرفتي في حاله لما كنتيش قاريه. ما كنتيش قاريه غادي تخدمي التليفون او غادي تخدمي التلفزيون وغادي تحطيه يقرا عليه واحد البركه من القران الكريم. من بعد غادي انا قلت الا لقيتو كنتو قارين جلسي للارض فاتحه الكتاب ثم المؤوذتين سوره الاخلاص والبقره وسوره الحشر. من بعد غادي تشديه غادي ديري فواحد السوبيره وغادي تحتفظي به اولا فواحد البواطه وغادي تحتفظي به في الثلاجه. غادي تبقاي تجبديه غادي تاخدي منه معلقه قبل الفطور على الريق، معلقه تمره وحده على الريق وتمره وحده قبل لا تبي تنعسي. ويلا بقى فيك السحر المتجدد ها انا همتي صافي، يعني وعد مني. وهذا الشيء اللي كاين هنايا كله هضر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا التمر لا السانوج باش نتفاهموا راهم مزيانين، راه باش نتفاهموا راه هذا راه فيه فوائد كثيره بزاف بزاف. والزعفران الحر هو راه صالح لبزاف ديال الحاجات والمنافع ديالو كثيره 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 بزاف. ولذلك سمعوا الفيديو كامل وتبعوا اشنو قلت فيه انا باش تستافدوا من المكونات وتستافدوا من الوصفه مزيان مزيان. يعني ما تزقلوش شي حاجه باش تصدق معكم وتنجح ليكم وفي نفس الوقت تستافدوا من كل شيء، ما تمشي لكم حتى شي حلقه ما تبقى مفقوده ان شاء الله باذن الله. وريتكم الطريقه وريتكم المكونات وريتكم كيفاش تستعملوه، دونك هنا ما نسينا حتى شي حاجه. كنتمنى من كل قلبي ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وتنتمنى انكم تشجعوني لان الوصفه كما قلت لي اول مره كتعرض على اليوتيوب. كما قلت البنات لانني تنبغيكم ولذلك شاركت معكم الوصفه. ما كيهمنيش اللي بغى يقول هذا سحر اولا هذه شعوذه شغلو هذاك حسبي الله ونعم الوكيل. هادشي اللي كاين انا لا استفدوا الناس وتعالجوا كنت سبب في العلاج ديالهم. ما تخيلوش الفرحه ديالي ملي كيكتب لي شي حد راني انا تعالجت بسببك الله يرحم لك الوالدين، انا بريت من هذه، انا كانت فيا هذه وما بقاتش فيا، راه واحد الفرحه كبيره 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 بزاف. ورا اي حاجه كنعرف فيها الافاده الا وكنجيبها لكم على طبق من الفضه حتى لعندكم، راه ما كاينش اللي يعطيكم هذه الوصفه واخا يعرف ليها، راه ما كاينش اللي غادي يعطيها لكم. ولذلك طبقوها بعينكم مغمضين. كنتمنى لكم الشفاء العاجل، اللي عندها بغات تزوج اللي بغات الوليدات اللي عندها العكس في الخدمه اللي عندها العكس يعني ديما مريضه اللي عندها مشاكل زوجيه وكذا، كنتمنى انها تطبق الوصفه وتنجح معاها ان شاء الله باذن الله. غادي داوموا على هذه الوصفه 40 يوم، نسيت هذه القضيه، 40 يوم اللي غادي تبقاي تاكلي ديك التمره في الصباح وفي العشيه ما تمنك حتى شي نهار. وردي عليا الخبر كيفاش وليتي حسيتي في حياتك ان شاء الله باذن الله، راه غادي يكون واحد التغيير كبير كبير بزاف. الى اللقاء الى فيديو قادم بحول الله، كنبغيكم بزاف.